هو الموضوع مش سهل سهولة ان ممكن اي شخص يعمله، وممكن اي شخص يعمله لو اسهل حاجة يعني، لو هو دي شغلته هيبقى الموضوع سهل جدا، لان هو بيبقى عارف هيدور فين. يعني لو بشتري مثلا عقار في منطقة معينة، فانا المنطقة دي بشوف مميزات البناية بتاعتي اللي انا هشتري فيها، وايه اقرب بناية، يعني لو هي تحت الانشاء لسه مش جاهزة، فبشوف ايه اقرب بناية كشكل وكونسبت وامينيتيز عشان ابقى عارف اتوقع اللي هيكون موجود في العقار اللي انا شاريه. يعني مثلا لو اشتري في منطقه معينه، ما ينفعش ان انا اقارن البنايه بتاعتي اللي هي براند نيو فيها امينيتيز كتيره وفيها فاسيلتيز كتيره وحاجه يعني سوبر، ببنايه مثلا عمرها 10 سنين ما فيهاش اي امينيتيز واقول الايجار بتاعها هيبقى زي ده، او العكس. يعني ما ينفعش مثلا ان انا ابقى شاري عقار في منطقه معينه العقار ده البنايه ما فيهاش اي امينيتيز، ما فيهاش اي تسهيلات، ما فيهاش اي حاجه مبهره، وقارنها بعقار مبهر جدا في نفس المنطقه، واتوقع ان الاوتكم الرنت